أنا عايزة أبدأ حديثنا الحقيقة بأهم الرسائل والنقاط اللي توقفت أمامها النهاردة في اللقاء والقمة اللي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح. يعني شوفي، أنا بعتقد أن أهم رسالة أن دي ليست فقط لقاء مصري كويتي، ولكنه لقاء مصري خليجي. وأعتقد أن الرسالة الهامة جداً المطلوب انها تصل في هذا التوقيت هو ان هناك جبهة عربية قوية صامدة في مواجهة التحديات اللي بنواجهها. واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي، الاخبار بتتواتر على اللي بيحصل في لبنان. اسرائيل في الايام القليلة الماضية هجمت لبنان، هجمت سوريا، هجمت العراق. تركيا بتعبث في سوريا، بتعبث في العراق، بتعبث في ليبيا. إيران بتعبث أيضا في اليمن، وبتعبث في سوريا وفي العراق. العالم العربي في حالة من الضعف غير المسبوق. العراق وسوريا في حالة اقتتال داخلي، لبنان كذلك، ليبيا كذلك، السودان نرجو انها تكون بتتعافى، الجزائر منشغلة في اختيار رئيس جديد، كذلك تونس. فبالتالي الرسالة التي اعتقد انه المهم جدا ان احنا نوصلها في هذه المرحلة ان هناك جبهة قوية مصرية بقدرة مصر العسكرية الهائلة. احنا لا ننسى ان مصر في فترة حرب الاستنزاف كان هناك 1,000,000 جندي مصري تحت السلاح. في هذا الوقت كان تعداد مصر 45 مليون، 50 مليون، النهاردة احنا 100 مليون. مع القدرة الاقتصادية والمالية الخليجية فهذه جبهة يحسب لها ولها ثقلها في الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية. أيضا في هذه الظروف اللي احنا بنمر بها، الاضطراب ليس إقليمي فحسب، هناك أجواء الحرب الباردة تبزغ مرة أخرى، هناك حرب تجارية بين الصين وبين الولايات المتحدة، هناك اشتعال للموقف في شبه القارة الهندية حول كشمير، وكل دي حاجات ممكن تنسكب علينا. يعني في الأيام القليلة الماضية كان هناك مسؤولين باكستانيين بيزوروا بلاد الخليج. فكل دي أمور، الاتحاد الأوروبي في حالة انقسام حول البريكسيت. يعني الساحة الدولية والساحة الإقليمية في حالة اضطراب شديد. يجب أن ينظر العالم إلى أن في منطقة الشرق الأوسط، في المنطقة العربية، لا زالت هناك جبهة قوية صامدة موحدة قادرة على مواجهة كل هذه التحديات.